متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية كما عودناكم كل يوم سبت نتحدث فيها عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع. ملخص الأحوال الجوية هذا الأسبوع، هناك طبعا كما تعلمون موجة قطبية باردة تؤثر على المملكة من الأحد إلى الثلاثاء. الطقس بشكل عام قارس البرودة، ولكن هناك بدء استقرار وارتفاع على درجات الحرارة نهاية الأسبوع. استعرض معكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم بيوم، ونبدأها من هذه الليلة ونهار يوم الغد. توقع أن تستمر الأمطار بالهطول في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، تكون على شكل زخات ثلجية أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية. درجة الحرارة تقريبا في العاصمة عمان ما بين 4 درجات في العاصمة و6 درجات مئوية في إربد، وتهبط إلى درجتين مئويتين تحت الصفر الليلة القادمة في العاصمة عمان. المناطق الشرقية أجواء قارصة البرودة، تهبط درجة الحرارة نهارا من 5 درجات ليلا إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر وسط أجواء قارصة البرودة. في محافظة معان ومناطق البادية الطقس غدا أيضا بارد، درجة الحرارة في ساعات النهار 8 درجات مئوية، لكنها تنخفض درجات الحرارة للغاية في ساعات الليل تصل إلى حوالي 5 درجات مئوية أيضا تحت الصفر. في مرتفعات الشراف في جنوب المملكة يتوقع أن تكون الأجواء قارصة البرودة مع تساقط للثلوج على فترات ما بين الحين والآخر، درجة الحرارة تقريبا العظمى درجتين، في حين تكون الصغرى 5 درجات مئوية تحت الصفر مع حدوث تراكمات للثلوج في بعض المناطق من مشيئة الله تعالى. في خليج العقبة أجواء أدفأ 16 درجة مئوية العظمى، لكن الصغرى تهبط إلى حوالي تقريبا، هذا خطأ طبعا مش 18، لكن تهبط درجة الحرارة الصغرى فيها إلى حوالي تقريبا 6 درجات مئوية، وأجواء غالبا غائمة بوجه عام. هذه الأحوال الجوية متوقعة نهار يوم الأحد. ننتقل معكم لاستعراض الأحوال الجوية متوقعة نهار يوم الاثنين. الاثنين هي ذروة تأثير الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة الباردة، وبالتالي الأجواء ستكون قارصة البرودة في عموم ومختلف مناطق المملكة. تكون الفرصة مهيئة لتساقط الثلج في مناطق الشمال الوسطى المملكة في ساعات النهار بما فيها أجزاء من العاصمة عمان، ولكن يستبعد موضوع التراكم نظرا لأن هذه الثلوج تكون متقطعة. تكون درجة الحرارة العظمى فقط 3 درجات مئوية في العاصمة عمان كحد أقصى، وبعض الأحياء أقل من ذلك، والصغرى تهبط إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر وربما أقل من ذلك في بعض الأحياء المكشوفة. كذلك الأمر في إربد من 5 درجات درجة الحرارة العظمى. المناطق الشرقية من المملكة تعيش أجواء يعني قارصة البرودة وقطبية للغاية، العظمى 3 درجات مئوية، الصغرى 6 درجات مئوية تحت الصفر ليلة الاثنين على الثلاثاء. كما هناك فرصة لتساقط بعض الثلوج حقيقة في مناطق البادية الشرقية. يستمر تساقط الثلوج على الجبال الشراء، درجة مئوية واحدة فقط العظمى تهبط إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين تهبط إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر في مناطق البادية الجنوبية بما فيها معان، وتكون العظمى فقط 6 درجات و14 درجة مئوية في العقبة. أجواء أدفأ من باقي المناطق في المملكة ولكنها باردة بالنسبة لسكان وأهل العقبة، درجة حرارة 14 فقط نهارا و6 درجات مئوية في ساعات الليل. يوم الثلاثاء الأجواء ستكون باردة وقارصة برودة رغم أن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة، 5 درجات مئوية العظمى في العاصمة، 7 في إربد، 3 درجات مئوية في شرق المملكة لكنها تهبط إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر. كذلك الحال في المناطق الجنوبية، 7 درجات مئوية في منطقة البادية الجنوبية وأجواء قارصة البرودة في ساعات الليل. كذلك الأمر في جبال الشرق، تبقى الأجواء باردة للغاية إلى شديدة البرودة. وفي خليج العقبة ترتفع الحرارة من 16 تصبح نهارا و10 درجات ليلا مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة أحيانا. مع التنويه أن ليلة الثلاثاء على الأربعاء هناك فرصة أن تشهد بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة هطولات مطرية أو تكون على شكل بعض الزخات الثلجية. يوم الأربعاء هناك ارتفاع آخر قليل على الأجواء على درجات الحرارة، تكون هناك فرصة مهيئة لبعض الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى إضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة. يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في ساعات الليل ليلة الأربعاء على الخميس بالمقارنة ما كانت عليه درجات الحرارة خلال بداية ومنتصف الأسبوع، وتصبح الأجواء في شمال ووسط المملكة أكثر دفئا مما كانت عليه الأحوال الجوية يومي الأحد والاثنين. في جنوب المملكة يطرأ ارتفاع ملموس على درجات حرارة في مناطق البادية، كذلك الأمر في جبال الشراء يتوقع أن يكون هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية، وفي العقبة تصل إلى 20 درجة مئوية يوم الأربعاء. وكما نلاحظ أن الأجواء غالبا مشمسة في عموم هذه المناطق. مع نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى يبدأ الاستقرار والارتفاع على درجات الحرارة. بدأ من يوم الخميس أجواء كما نلاحظ أصبحت مشمسة في عموم المناطق، ارتفعت في العقبة إلى 22 درجة مئوية في العاصمة، إلى 12-14 في شمال المملكة، و17 درجة مئوية في المناطق الشرقية. وسط أجواء مستقرة مشمسة تبقى باردة، درجات الحرارة ما زالت منخفضة وأقل بقليل عن معدلاتها. كذلك الحال هو يوم الجمعة، بالرغم من ظهور بعض الغيوم إلا أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة، تصل في العقبة إلى 24 درجة مئوية في ساعة النهار، وبالتالي الأجواء تعتبر دافئة نوعا ما
في جنوب المملكة. بعد ذلك يمكنكم طبعا متابعة هذه التوقعات عبر تطبيق تقس العرب في توقعات خاصة من 35 يوم. هناك تغييرات متوقعة مرة أخرى على الحالة الجوية بمشيئة الله تعالى. بعد هذا الأسبوع يتوقع عودة المنخفضات الجوية من جديد إلى المنطقة والمملكة واستكمال لهذا الموسم المطري النشط ذات المنخفضات العديدة. أتمنى لكم جميعا أينما كنتم أسبوع موفق وسعيد. دائما تابعونا عبر تقس العرب. إلى اللقاء.